السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. اختتم فريقا السعوديه وميليشيا الحوثي الزيارات المتبادله، وقالت الميليشيا انها وقعت مع الجانب السعودي على قائمه نهائيه سيتم بموجبها تبادل الاسرى بين الطرفين. قال رئيس لجنة ملف الأسرى التابع للميليشيا عبد القادر المرتضى إنه تم تصحيح قاعدة البيانات التي كانت تعتبر إشكالية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى. وكان المتحدث باسم قوات التحالف التركي المالكي قال إن الزيارات ذات طابع إنساني، وأن الوفدين تبادلا زيارة الأسرى لدى الطرفين ضمن جهود تمديد الهدنة. إذا نتوقف عند هذه التطورات نناقشها في محورين: لماذا جرى تغييب الحكومة الشرعية من هذه المفاوضات؟ ولماذا باتت السعودية تتعامل مع ملف أسراها بمعزل عن القضية اليمنية برمتها التي تعد الرياض الفاعل الرئيسي فيها؟ هذه المحاور سنناقشها مع ضيوفنا بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. من المباحثات السرية إلى المصافحة العلنية، توج الحوثيون والسعوديون مرحلة من التفاوض بعيدا عن الحكومة اليمنية. وفد حوثي في الرياض ووفد سعودي في صنعاء انتهيا من تبادل زيارات تحت يافطة التحقق من أسماء أسرى الطرفين. تقول ميليشيا الحوثي إنها وقعت مع الجانب السعودي على القائمة النهائية التي سيتم بموجبها تبادل الأسرى بين الطرفين. الوفد السعودي زار سجناء تابعين لقواتهم في سجون ميليشيا الحوثي، وفي الطرف الآخر زار الوفد الحوثي سجناءهم لدى المملكة. النتائج التي يتحدث بها الطرفان أنه تم تصحيح قاعدة البيانات التي كانت تعتبر إشكالية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى. غياب وفد الحكومة الشرعية عن المشهد يثير علامات الاستفهام، إلا أن الطرف السعودي كان قد أجاب حين وعد ميليشيا الحوثي بحل ما قالت إنها إشكاليات مع الأطراف المحلية. التحالف بقيادة السعودية كان قد قال في وقت سابق على لسان متحدثه تركي المالكي إن الزيارات ذات طابع إنساني بحت، وإن الوفدين تبادلا زيارة الأسرى لدى الطرفين ضمن جهود تمديد الهدنة. ذلك ما أعلنه الجانبان، في حين يرى مراقبون أن الزيارات لا تقتصر على ملف الأسرى، بل تحمل في طيها تقاربات بين الطرفين على حساب الشرعية اليمنية. لا تكترث السعودية للأهداف التي أعلنتها عند تدخلها في اليمن مطلع العام 2015، وانقلبت باكراً على تلك الأهداف، وباتت مسألة تمزيق البلد السيناريو الأقرب للتحقق. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي. ستنضم إلينا في البداية رئيسة رابطة أمهات المختطفين سيدة أمة السلام الحاج. مرحبا بك سيدة أمة السلام ومساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك سيدة أمة السلام. يعني في البداية، كيف تنظرون إلى ما جرى من اتفاق بين ميليشيا الحوثي والسعودية بشأن الأسرى؟ اولا احنا كامهات نفرح بان يفرج عن اي مظلوم داخل السجون، اي انسان خارج يعني حصل له ظلم، لاننا نشعر بالظلم الذي يعانيه هؤلاء الناس. لكن اقراه بشكل اخر، اين موقع المختطفين اليمنيين الذي داخل السجون عند جماعة الحوثي، أيضا المدنيين اليمنيين الموجودين عند السعودية؟ يعني ما ليس الأمر فقط على عند جماعة الحوثي فقط، وأيضا عند السعودية، أين موقعهم؟ ما دام هي قضية إنسانية كما يقولوا، إذا لابد ما تكون القضية الإنسانية تشمل الجانب اليمني، الجانب أولادنا أخذوا بتهمة أنهم مع العدوان، وإذا بالعدوان الآن اللي متمثل على ما يقول الحوثي متمثل بالسعودية، هو يتفاوض في خارج إطار أبنائنا الذي كانت التهمة الأساسية أنه متعاون معه. يعني هذه أشياء يسميها الإنسان ما يسميها، ما عاد عرفنا شيء نسميها. المهم الله يجبر بالسعيد بالسعيدة على ما يقولوا. نحن كأمهات نطالب أن يفرج عن أبنائنا دون سبق أو قيد. اليوم
ثمان سنوات وأبنائنا داخل السجون يعانون، والشرعية تتفرج على هذا الحاصل. اليوم يتفاوض الحوثي مع السعودية مباشرة ندا بند، والشرعية غافلة عن رعاياها وغافلة عن أبنائنا المختطفين اللي داخل السجون. كما يقولوا، لو يقولوا عنا أنه ما فيش كشوفات وأنه ما فيش يعني أسماء، إحنا كرابطة وصلنا الأسماء الموجودة لدينا موثقة بالاسم وبالرقم وبوجوده في داخل السجن، وسلمناها للمبعوث الأممي وأيضا اللجنة المختصة بالأسرى والمختطفين التي والمعتقلين الذي تبع الشرعية، وأشوفها أنها صحيحة ونظيفة. جميل، إذن ابقى نعم. معي سيدة أمت السلام، سأعود إليك مرة أخرى، ولكن أرحب الآن بضيفية. سينضم إلينا الصحفي والناشط الحقوقي السيد محمد الأحمدي، وسينضم إلينا أيضا من بيروت الصحفي طالب الحسني. أبدأ مع سيد طالب. بداية سيد طالب، مساء الخير. مساء النور عليك وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين. أهلا بك سيد طالب. قبل أن أتساءل عن نتائج هذه الزيارة، أود التأكد فقط في البداية، ما يجري هي صفقة ما بين ميليشيا الحوثي وأسرى سعوديين بالمقابل؟ يعني هناك تبادل ما بين حوثيين وسعوديين فقط، هذا ما نفهمه من هذه الزيارات؟ يعني من الواضح الآن يعني أنه صنعاء حريصة على إخراج جميع الأسرى من السجون السعودية، وخصوصا الذين يعني لا يزالون حتى الآن في السجون السعودية وفي السجون الإماراتية بإجراء صفقة مع التحالف. السعودية عندما جاءت تفاوض، هي لا تفاوض فقط، نعم هي تفاوض من أجل سحب أسراها السعوديين وليست معنية ببقية الأطراف، هكذا تقدم رغم أنها هي التي جمدتهم، ولكن صنعاء تفاوض على أن يكون هناك صفقة شاملة. وبالتالي كان رئيس اللجنة الوطنية للأسرة تحدث أن الوفد السعودي وعد بأن يتحدث مع أدواته، يعني مع مرتزقة السعودية، بأن يعالجوا هذه العقبات، لأنه صنعاء تنظر إلى مسألة تبادل الأسرى وفق الكشوفات التي تم التحقق منها والتأكد من الأسماء على أن تشمل جميع الأسرى، وأن تكون هناك تبادل صحيح 100%، يعني بما أنه لن يؤدي إلى إطلاق. طيب سيد طالب، يعني دعني في أوضعني في صورة نتائج الزيارات المتبادلة الأخيرة، عما أفضت هذه الزيارات بين الطرفين؟ أفضت إلى ثلاث نتائج. الأولى هو التحقق من جميع الأسماء والتأكد من صحة الأسماء والتأكد أيضا من سلامة الأسرى، وخاصة الأسرى اليمنيين في السجون. ما هي هذه الأسماء؟ ما المقصود بالأسماء هنا؟ الأسماء أسماء سجناء الحرب. من أي فصيل أو من أي جهة؟ يعني الجماعة أو ميليشيا الحوثي اليوم ستسلم من يمنيين أم سعوديين؟ هذا ما نريد الاستيضاح منه. وأيضا في الطرف الآخر، يعني سيتم تسليم بالمقابل مقاتلين تابعين للميليشيا، هل هذه الاتفاقية تمت بهذه الصورة؟ لا بالعكس، يعني صنعاء طرحت أنه يجب الاتفاق على تبادل أسرى من جميع الأطراف من الكل، لن يتم إطلاق الأسرى السعوديين مقابل أسرى في سجون السعودية فقط، وبالتالي تخلي السعودية موضوعها وتستلم أسرها، هذا لن يتم. يعني أنت تتحدث بأن الجماعة طرحت هذا الطرح، لكن في النتائج، في نتائج هذه الزيارة المتبادلة إلى ماذا توصلوا؟ السعودية ستلزم الأطراف الأخرى المرتزقة بإمضاء الاتفاقات التي تمت في العاصمة الأردنية عمان، والتي تشمل تبادل أسراء مكتملة وفق خطة مجدولة بين هؤلاء الأسرى، أسرى سعوديين. يعني اليمن يضغط الآن لإخراج جميع الأسرى، ولكن ليس مقابل أسرى سعوديين فقط،
عملية إخراج الأسرى السعوديين هذه عملية لن تتم، لأنه السعودية ستتخلى عن أدواتها بشكل كامل، وبالتالي يمكن لصنعاء اليوم أن تسحب كل الأسرى في السجون السعودية وتطلق الأسرى السعوديين، ولكن هذا لن يتم. لم يتم يعني أفهم منك أنه لم يتم إلى اللحظة اتفاق ما بين إطلاق أسرى سعوديين فقط مقابل مقاتلي تابعي للميليشيا محتجزين في السعودية. لاحظ الوفد الذي جاءها هو جاء للتحقق من الأسماء، أما الاتفاق فكان في الأردن. الاتفاق الذي تم هو في الأردن، إنما جاء في السعودية للتحقق من الأسماء. أيضا السعودية تريد أسماء من بالضبط سيد طالب؟ أسماء من بالضبط؟ أنت تقصد أسماء المعتقلين السعوديين أم الجميع؟ أنا أتحدث عن الجميع، أتحدث عن الجميع في العمان. كان هناك بحث لجميع الأسرى واتفاق حول إطلاق جميع الأسرى، وصفقة تشمل هي صفقة منظمة لا تشمل مطلق الأسرى، إنما ترتب أسرى يمنيين وبينهم سعوديين. طيب هناك فريق مختص سعوديين. هناك فريق مختص يعني أمام المبعوثة الأممية من كلا الطرفين لنقاش هذا الموضوع. ما دخل السعودية أن تأتي لتقيم الأسماء وتنظر؟ السعودية تجاهلت هذا الفريق تماما، وتجاهلت الأمم المتحدة، وجاءت تبحث عن صفقة من هذا النوع، وستلزم أدواتها الذين يعملون تحت إمرتها على إمضاء صفقة إن استجابوا لكثير من العراق. السعودية هي من تقوم بذلك. هذا السؤال يطرح على ما تسموها أنتم الشرعية. السعودية تجاهلت حتى الأمم المتحدة، وجاءت تريد أن تمضي صفقة تبادل أسرى. هل يمكن لصنعاء أن تقول لا، أنتم ضروري أن تأتوا بالأمم المتحدة وأن تأتوا بأدواتكم؟ أدواتكم جزء من الصفقة، ولكن لن نطلق الأسرى إلا بموجب اتفاق الذي تم في عمان. لم يتم إطلاق الأسرى السعوديين فقط، ويتم إبقاء الأسرى الذين هم يمنيين. هذه عملية لن تتم. إذن وضحت الفكرة. ابقى معي سيد طالب، سأعود إليك وسنكمل نقاشنا، ولكن دعني أذهب للناشط والناشط الحقوقي والصحفي السيد محمد الأحمدي. سيد محمد مساء الخير. مساء الخيرات أخي الشادي والمشاهدين. أهلا بك. لعلك استمعت سيد محمد لحديث ضيفنا طالب الحسني، هو تحدث بأن هناك زيارة، ولكن السعودية حتى اللحظة يعني هي تجاوزت الفريق المعني من قبل الشرعية في هذا الأمر، وذهبت للحديث بمسألة كل المعتقلين، ولا يعني وليست جماعة الحوثي اليوم موافقة في مسألة الإفراج عن السعوديين فقط. هل ترى بأن هذا الطرح يعني واقعي؟ تحية لك مرة أخرى شادي ولضيوفك. والحقيقة أنه ملف الأسرى والمختطفين سواء في سجون ميليشيا الحوثيين المدعومة إيرانيا أو في سجون التحالف السعودي الإماراتي، أي خطوة في سياق إنهاء معاناة هؤلاء الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا، ويعني وضع حد لمعاناتهم ولمعاناة ذويهم، فهي خطوة تستحق الترحيب يعني. وبالتالي وليس فيها منا لأي طرف من هذه الأطراف، لكن في المحصلة أيضا هذه الزيارات المتبادلة بين ميليشيا الحوثيين والمملكة العربية السعودية قائدة التحالف التي كانت تصفها ميليشيا الحوثيين بالعدوان، وارتكبت ميليشيا الحوثيين جرائم عديدة في حق اليمنيين، وجرت البلاد إلى أتون هذه الحرب والمأساة والتداعيات الناجمة عنها بذريعة العدوان، واستخدمت مصطلح العدوان أو مسمى العدوان سيفا مسلطا على رقاب اليمنيين طوال هذه السنوات. نعم. اليوم هذه الميليشيا نفسها هي التي تحتفي بوفد بين قوسين العدوان في العاصمة صنعاء، وتعتبره إنجازا كبيرا لها، وإن كان في المحصلة هو يعني نتيجة لجولات من الحوار مع ميليشيا الحوثيين بدءا من ظهران الجنوب، أو مع الراعي الرسمي والداعم الرئيسي للميليشيا وهو إيران، من خلال المفاوضات أو جولات الحوار التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد. وبالتالي أيا يكن تفاصيل التي أشار إليها ضيفك وما تحمله من مغالطات أو أوصاف هنا أو هناك، هذه الخطوة هي محصلة لجولات حوار سواء مع الميليشيا كما قلت في ظهران الجنوب مع السعوديين، أو مع الراعي الرسمي للميليشيا وهو إيران
مع السعودية بطبيعة الحال. نعم. لكن أيضا الحديث عن تبادل الوفود بين الميليشيا الحوثية التي ظلت السعودية تصفها أيضا بأنها الميليشيا الإيرانية في اليمن، أو مع السعودية كما قلت التي تصفها ميليشيا الحوثيين الانقلابية في اليمن بأنها العدوان، هذه الزيارات المتبادلة بمعزل عن الحكومة الشرعية تظهر تناقضات الطرفين في نفس الوقت. سيد محمد، يعني هنا ضيفي أيضا تحدث بأن السعودية عندما أتت إلى صنعاء وقابلت قيادات الميليشيا بأنها يعني أتت تكمل ما تم الاتفاق عليه في عمان، يعني بأي صورة تأتي السعودية لتقدم نفسها بدلا عن الفريق التفاوضي إذا ما صح التوصيف الذي وضعه ضيفي بأنها جاءت يعني لطلب الإفراج عن الجميع وليست أو لم تأتي بمصلحة خاصة فقط تتعلق بأسرها السعوديين؟ يعني هذا الطرح الذي يطرحه ضيفك يعني لم يصدر عن ميليشيا الحوثيين، ميليشيا الحوثيين تحدثت أو ناطقها الرسمي أو وسائل إعلامها تحدثت عن أن الأهداف إنسانية بحتة، وحتى أيضا الجانب السعودي تحدث عن أن هذه الزيارات المتبادلة هدفها الإنساني بدرجة رئيسية، لكن في السياق أيضا هناك زاوية يمكن النظر إليها على أن نوع من التناقض بين الميليشيا الحوثية من جهة والسعودية أيضا، يعني عندما تحدث الجانبان عن أن هذا الإجراء أو هذه الزيارات جزء من تدابير بناء الثقة بين الجانبين، ويمكن أن تكون يعني هناك خطوات لاحقة لما يعتبره الجانبان تحقيق السلام في اليمن. الحقيقة أنه ميليشيا الحوثيين حتى هذه اللحظة ليست مشكلتها لا مع السعودية ولا مع أي طرف خارجي أجنبي، يمكن أن يكون الحوثيون أدوات لأي طرف لمن يمكن أن يقدم لهم مكاسب أو يعترف بهم كسلطة أمر واقع أو يفتح أبوابه لهم أو أمامهم. المشكلة الحقيقية بين ميليشيا الحوثيين وبين الشعب اليمني كما قلت في سياق حديثي أنها استخدمت هذه الميليشيا مسمى العدوان طوال السنوات الماضية لكتم أنفاس اليمنيين ومحاولة إرغامهم بالقوة والعنف والجريمة المنظمة على القبول بهذه الميليشيا كسلطة أمر واقع، واليوم تفتح ذراعها لما تسميه العدوان طوال السنوات الماضية وتحتفي بهذه الزيارات المتبادلة. نحن إذن أمام مشهد متناقض في اليمن سواء من جانب الحوثيين أو من جانب السعودية نفسها، والتي تحدثنا مرارا وتكرارا أنها تدير الملف اليمني بشكل سيء للغاية وأنها أساءت إدارة الملف اليمني خلال الحرب طوال السنوات الماضية وذهبت باتجاه حسابات أخرى، ثم عادت اليوم لنفس النقطة التي بدأتها عندما دعمت ومولت إسقاط الدولة اليمنية بدعم لميليشيا متمددة خارج عن القانون، ميليشيا طائفية ذهبت للارتماء في أحضان إيران، فاستيقظت السعودية وقادت تحالف لإعادة ضبط مسار الحرب في اليمن والانقلاب في اليمن بما يخدم أجندتها ومصالحها، واليوم لا يوجد أي مشكلة لدى ميليشيا الحوثيين في العودة مجددا كما فعل أسلافهم من الإيمانيين في الارتماء في أحضان السعودية مرة أخرى، وفي كل مرة لا يتعدى ميليشيا الحوثيين أيضا ذرائع أو مبررات لتسوير خطابها المتناقض أو لتسوير سياساتها بحق وجرائمها بحق اليمن أرضا وإنسانا. نعم، وضحت الصورة. ابقى معي سيد محمد الأحمدي، أذهب لضيفتنا رئيسة رابطة أمهات المختطفين السيدة أمة الحاج. سيدة أمة، يعني لماذا تغيب الحكومة الشرعية عن هذه المفاوضات؟ هذا الذي أريد أن أسأله أنا والكل، أوجه سؤال للشرعية، أين هم الملف الخطفي؟ أين هم من أبنائنا؟ أين هم اليوم أبناءنا يأمنون وهم الحكومة الشرعية لا ندري أين هي؟ هل هي مختطفة نعمل لها وقفة احتجاجية ولا فين هي بالضبط؟ مش عارفين أين موقفهم من هذا لأبناءنا
اليوم السعودية تتفاوض على أبنائها والحوثي يتفاوض على أبنائهم وأبنائنا لا بواكي لهم. أين هذه الشرعية؟ أين هي؟ أين وزير حقوق الإنسان؟ أين اللجنة المكلفة بالتفاوض؟ طيب سيدة أسماء، هم يقولوا حتى اللحظة بأن السعودية السعودية ذهبت للتفاوض يعني بناء على الاتفاقات والتفاهمات السابقة التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، ومن ضمنها يعني كما كان في هذه الاتفاقية جميع الأسرى. نحن نتساءل هنا، إذا ما تم تجاهل جميع الأسرى اليمنيين وتمت الصفقة فقط ما بين السعودية والإمارات، أو عفوا ما بين السعودية وميليشيا الحوثي، كيف ستتعاملون مع هذا الوضع؟ أولا نحن سنواصل انتفاقنا ووقفاتنا ومناصرتنا، ومعنا حملة للمناصرة ستستمر 6 أشهر إن شاء الله تعالى، لتظل قضيتنا حقيقية واقعية إنسانية حية يسمعها العالم ويسمع كيف تتصرف السعودية وكيف تتصرفون الحوثيون مع أبنائنا وكيف تتجاهل الشرعية أبنائنا. نعم، إذن وضحت الصورة. يوجد من المرتزقة الذي سموهم أقواد الجبارة، أين هم؟ هل جاءت السعودية تتابع بعدهم الذي جلدتهم من أجل ما نجدارية من أجل إيش؟ واليوم تتخلى عنهم، لا هم في كشوفة الشرعية ولا هم في كشوفة أحد. مساكين أمهاتهم يجوا لا عندنا يوثقين في رابطة أمهات المختطفين، ولا أحد يسمع لهن ولا أحد داري فين أبنائهن، محتجزين عند الحوثي 3,000 واحد من أبنائنا اليمنيين. اليمني أصبح العقبة أو المسكين هذا الذي ما عاد أحد يسأل منه. إحنا المطحونين اليمنيين، إحنا المطحونين، إحنا المعتقلين، إحنا المعذبين، إحنا التي جاءت تساعدنا بتساعد نفسها وبتساعد الحوثي الذي بيعذبنا. ما ندري ما هو هذا الحاصل في هذه البلاد، ولذلك نناشد العقلاء والناشد من بقي ممن في قلبه رحمة للقضية الإنسانية أن يقفوا معنا في مناصرة وضحت الصورة. قضية المختطفين، وأن نخرج أبناءنا دون شرط أو قيد. وضحت الصورة. أشكرك السيدة أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا، شكرا لك. وأعود لضيفي السيد طالب الحسني. سيد طالب، يعني كما سمعت لحديث ضيفنا، هو تحدث بأنكم يعني بحسب تعريفكم للسعودية بأنها العدوان، وبالتالي ما الذي تغير اليوم؟ يعني قبل ذلك أنا كنت أود أن أقول كلمة الأستاذة أسماء، أسماء الحاج. أنا قلت أمات السلام، أمات السلام، على هذه القناة عام 2018 أنه يجب عليها أن تذهب إلى العاصمة صنعاء وأن تبحث عن الذي تسميهم مختطفين. هؤلاء ليسوا أسرى حرب لديهم قضية مختلفة، ولا تركن إلى التحالف ولما تسميها الشرعية، وعليهم أن يعتبروا العاصمة صنعاء، وعليهم أن يعلموا أن هؤلاء كانوا ضحايا تغرير حزب الإصلاح، هو الذي دفعهم للتعامل مع دول التحالف، ليس أسرى حرب، ليسوا أسرى حرب، هم كانوا عبارة عن خلايا قدموا إحداثيات وما إلى طيب ذلك. طيب أنت لم تجب على سؤالي سيد طالب، دعنا من هذا الموضوع، يعني فيما يتعلق بالسعودية، ألم تكن السعودية هي العدوان واليوم ما الذي تغير؟ هذا النوع سخيف جدا 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 جدا. يا سيدي، كل الدول التي تلتقي في الحرب تلتقي في التفاوض، تتفاوض. عندما يتفاوضون على ملف إنساني لا يضحكون عليكم. أنا كنت أضحك وأنا أستمع إلى محمد الأحمدي. كل الدول التي تضحك على ماذا سيد طالب؟ أنتم اليوم وضعكم الذي هو مضحك، يعني أنتم استخدمتم كل عبارات الشتم في هذه الدولة، في المملكة العربية السعودية، وشيطنتموها تماما. اليوم ما الذي تغير؟ تماما، هذا تحليل ساذج تماما، تحليل ساذج تماما. كل الدول التي تحترب تلتقي تتفاوض على ملفات إنسانية، هذا يعني أنها أصبحت تلتقي للترفيه، أصبحت هناك مستويات متعددة للقاءات، هذا لقاء تفاوضي من أجل حل ملف إنساني يتعلق بأسر الحرب، هو جزء من الحرب، جزء من الصراع،
جزء من الحرب هذا اللقاء، جزء من الحرب وليس جزءا من ترفيهيا، لم يلتقوا من أجل أن يقيموا حفلا غنائيا، هم ذهبوا من أجل التفاوض على ملف إنساني، وهذا انكسار للسعودية أساسا، هذا يمثل انكسارا كبيرا جدا للسعودية. لا لا لا، هو يعتبر انتصار للعاصمة صنعاء أن تأتي السعودية التي كانت تريد أن تمسح بالآخرين أرض، أن تكسرهم، أن تصل إلى العاصمة صنعاء وأن تسحق ما تسميها الميليشيا، هي الآن تتفاوض معها حول الملف. أما أن تقول لي أن هناك أصبحت، اسأل الذي نحن ننتظر الواقع، يعني بعد فترة هو سيتناقض تماما مع كلامك سيد طالب، وسنجد لقيادات الجماعة شقق وفنادق داخل الرياض، الأيام ستثبت ذلك. تحليل ساذج، هذا تحليل ساذج يا سيدي. كل الدول التي تحترب تلتقي في ملفات إنسانية، تتبادل الأسرى، تتفاوض أيضا، تتفاوض سياسيا، تتفاوض، تلتقي على طاولة مفاوضات وتفتح طاولة مفاوضات. خلاص وضحت فكرتك، ابقى معي، ابقى معي سيد طالب، سأذهب لكي نستغل ما تبقى من وقتنا لضيفنا سيد محمد الأحمدي. استمعت لما قاله سيد محمد الأحمدي، استمعت ما قاله ضيفنا طالب. والله يا أخي هذه الحقيقة، الجمهور المشاهدين هم من يمكنهم التمييز بين الغط والسمين. الرجل يتحدث عن دولة، عن 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 حوار بين دول، هم ليسوا دولة أساسا، حتى هم أنفسهم لا يقدمون أنفسهم كدولة، ولا أحد اعترفهم كدولة، هم ميليشيا انقلابية متمردة بوصف بنص قرارات مجلس الأمن وكل أدبيات المجتمع الدولي التي تتعامل مع الملف اليمني. أما صنعاء، صنعاء محتلة من طرف ميليشيا انقلابية متمردة وكيان سلالي عنصري طائفي وإمامي مرتهن لإيران، واليوم يعني بدأ يسوق للسعودية التي كان يصفها بالعدوان، ومع ذلك يتمتع بقدر من الغطرسة ومحاولة تمرير رواية متناقضة ولا يمكن تصديقها. يعني عندما لكن هذا سقوط للسعودية سيد أحمد، يعني أنت تحدثت بأن هذه الجماعة ميليشيا، بمعنى كيف للسعودية أن تذهب للتفاوض مع ميليشيا؟ هذه للأسف طوال السنوات الماضية كنا ننتقد السعودية وما زلنا، ونقول أن السعودية أساءت بشكل كبير إدارة ملف اليمن، ملف الحرب وكل الملفات والقضايا، وذهبت باتجاه حسابات أخرى مرتبكة، أضرت بعدالة قضية اليمنيين في استعادة دولتهم وفي إسقاط الانقلاب، وأردكت، خلطت الأوراق السعودية بتدخلها في اليمن، واليوم ذهبت منفردة للحديث مع هذه الميليشيا ومنحها بالفعل ذهاب وفد حوثي، وفد سعودي إلى ميليشيا الحوثيين في صنعاء المحتلة، هو انكسار. أنا اتفق مع ضيفك، هو انكسار سعودي، لكنه كما قلت وأكرر، ليست مشكلة، ليس لدى الحوثيين مشكلة، لا مع السعودية ولا مع إيران مشكلة حقيقية. يعني يمكنهم أن يفتحوا أذرعهم لكل الدول ولكل طرف إقليمي ودولي، وأن يقدموا أنفسهم كلا حراسة لأي مصالح لأي دولة من الدول حول العالم. مشكلاتهم هي مع اليمن، مع اليمنيين، مع مكتسبات اليمنيين، مع ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، مع مبادئ وثورة وأهداف، مع أهداف ومبادئ وقيم. وضحت الصورة سيد أحمد، داهمنا الوقت التي يحتفل بهما اليمنيون في هذه الأيام، وبالتالي أن يذهب الحوثيون شرقا أو غربا لا يعني اليمنيين بشيء. ما يعني اليمنيين هو استعادة دولتهم وإسقاط هذا المشروع الفاشل في اليمن، مشروع الحوثي الإيراني. نعم، أشكرك الصحفي والناشط الحقوقي سيد محمد الأحمدي، وأشكر أيضا ضيفي الصحفي طالب الحسني، وشكر أيضا لضيفتنا أمت السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين. وبهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، أيضا أشكركم أنتم مشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل نجيب إسماعيل، وهي من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.